السلام عليكم الاخوه الاخوات، مرحبا بكم معنا من جديد في قناتكم اجوستاف دو قناه المعلومه البناء. دائما في اطار نشر المعلومه ومساعده الاخرين. رمضانكم كريم بالصحه والعافيه ومغفره الذنوب، ونسال الله السلامه والعافيه وان يرفع عنا هذا البلاء وان ترجع الحياه الى عادتها وترجع المياه الى مجاريها. اليوم خبر جديد وحصري من السفاره الفرنسيه بالمغرب، الا وهو ارسال باخره جي ان في الكبيره الضخمه الى المغرب لنقل المسافرين او العالقين بالمغرب من مواطنين اوروبيين الذين لهم الجنسيه الاوروبيه وبيان الفرنسيه واللي عندهم اوراق، ولكن ماشي غير اللي عندهم اوراق، اللي عندهم اوراق تكون السياره ديالهم مقيده في اوروبا اي في فرنسا. هذا الشرطين الاساسيين، ان يكون جنسيه فرنسيه او عنده اوراق وعنده الطوموبيل ديالو تكون مقيده يعني في فرنسا. هذا الخبر موثوق كان من السفاره الفرنسيه يلا البارح تلاح. بالنسبه للرحلات اللي غادي يداروا ان شاء الله في 12 و19 ماي، رحلتين كبيرتين غادي ينقلوا فيهم جميع المسافرين. نتمنى تبارطاجوا المعلومه مع الاحباب والاصدقاء باش يعرفوا وباش يتقيدوا في لو سيت. هذا هو اللي مهم بزاف، ان كاين ان سيت سيغ انترنيت اللي خصكم ضروري تقيدوا فيه هذه الطريقه، ماشي بحال الطريقه ديال المره اللي دازت ديال المطارات. لا، دابا الميناء غادي خصهم ضروري يعمروا لي فيكول اللي عندهم، ويعمروا يعني لي زادولت اللي عندهم الباسبورات ديالهم، يعرفوا يعمروا لي نومبر دون فون ولي باسبور ديالهم. راكم عارفين هذا الشيء، الناس اللي كتسافر في البواخر راه هذا الشيء عارفه، يعني راه ماشي جديد عليكم. وبالنسبه لو بايمون غيكون باغ كارت كريدي، ضروري هو مؤكد، ما كاينش لي سبيس كاين بارت كارت كريدي. اذا راه غادي ندير لكم واحد الفيديو توضيحي في السكرين شوت في اخر الفيديو باش تشوفوا معنا لو سيت ديال جي ان في اللي جبنا به هذا الشيء، واصلا لا باز ديال هذا لا سيت ولا ريفيرونس راه كاينه في لو سيت الاوفيسيال ديال لومباساد دو فرانسيسي او ماروك، هو اللي صدر هذا القرار. نتمنى هذا الشيء تبارطاجه مع الاخوان والاحباب العالقين هنا اللي كانوا بزاف كيتظاهروا حدا السفاره الفرنسيه، خصوصا اللي كاينه في كازا ولا في الرباط. من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه، ما تنساوناش بالدعم ديالكم بارطاج، اذا بقاو معنا في السكرين شوت. السلام عليكم اخوة الاخوات، مرحبا بكم، عدنا اليكم من جديد. هذا هو لو سيت ديال جي ان في بوان اي تي. هو هذا هنا فين كتعمر لا دوموند دو ريزيرفاسيون فواياج دو 12 اي دو 19 ماي دو طونجي ا سي تي اون فرانس. هنا كيقول لك شيخ كليون نوفوز انفيتون رومبليغ لو فورميلار سويفون بور انفوايي فوتر دوموند دو ريزيرفاسيون فو دوني سيرون اوتيليزي بار جي ان في اكسكلوزيفمون بور فو كونتاكتي كومبليتي لاشا دو بيي. لو بايمون سيرا افيكتي بار كارت كريدي. هنا فين كنأكد لكم الخبر، attention uniquement les personnes avec passeport européen ou titre de séjour français et avec un véhicule immatriculé en Europe pour en voyager. يعني الناس العالقين، الناس اللي عندهم الجنسيه والناس اللي عندهم اوراق ولكن جاوا بالسيارات ديالهم وحصلوا هنا وعندهم الطوموبيلات ديالهم مقيدين في فرنسا، يعني هذه الافاده. هذا الخبر راه كاين في, في, في يعني في الصفحه الرئيسيه او الموقع الرئيسي ديال السفاره الفرنسيه بالمغرب. كنتمنى تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء باش يعرفوا هذا الشيء. الى حين انا 11 ماي ترفع الحجر الصحي، هنا كيعمروا لي دوني ديالهم. راكو عارفين هذا الشيء، الناس اللي كتسافر عبر البواخر هذا الشيء عندها عادي، كتعمروا لي دوني بيرسونيل، كديروا يعني ديال شمن شحال مؤديل شحال فيكيل شحال عندكم الثقوله المسائل، وكتصيفطوا لك البيمون بارت بايمون باغ كارت كريدي. يعني اللي ما عرفش ولا شي حاجه يمكن تصل بيا في الخاص نعاونو في هذه القضيه. هو شيء سهل، راه الناس اللي كتسافر عبر البواخر راه عندهم عادي هذا الشيء، كيعمروا لي باسبور ديال الوليدات ديالهم، كل شيء المسائل اللي دوني. من هنا كنشكركم بزاف على المتابعه، كان معكم هذا خبر موثوق من يعني السفاره الفرنسيه حول نقل العالقين بالمغرب الى فرنسا عبر رحلتين منظمتين ما بين 12 و19 ماي عبر باخره غترسلها فرنسا من شركه جي ان في لنقل العالقين بالمغرب. ومن هنا كنشكركم بزاف على المتابعه، ما تنساوناش بالدعم ديالكم بارطاج الى عجبكم المحتوى. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.